ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل Windows Instance على جوجل كلاود. احنا اتكلمنا عن البروجكت وإنيبل كومبيوت انجن والبيلينج اكاونت في الفيديو اللي فات، فهنبدأ على طول النهاردة ونعمل كرييت. هاجي هنا عند المينيو اللي فوق واختار كومبيوت انجن وبعد كده VM Instance، وهروح اقول له كرييت Instance. شرحنا كل التفاصيل دي في الفيديو اللي فات، هاجي بس عند بوت ديسك وهو ده الجزء اللي انا هحتاج اعدل فيه، فهاجي هنا واقول له تشينج. وعند الاوبريتنج سيستم هختار ويندوز سيرفر، والفيرجن هختار اي حاجه يكون مكتوب تحتيها سيرفر ويز ديسكتوب اكسبيرينس، وهسيب الباقي ديفولت وهقول له سيلكت. مش محتاج اعدل اي حاجه دلوقتي، بعد كده هقول له هنا كرييت. تمام، هو كده عمل كرييت. عشان اكونكت على الويندوز لازم الاول اجي هنا عند RDP واقول له set windows password. هسيب اليوزر نيم زي ما هو وهقول له set. هو عمل لي كرييت لباسورد، هاخدها كوبي وهقول له كلوز. بعد كده هاجي برضو من عند RDP وهقول له download the RDP file. بما اني شغال على اوبونتو هحتاج برنامج اسمه ريمينا عشان اقدر اكونكت باستخدام ال RDP file ده. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هو طريقة تنزيله سهلة جدا، ممكن تستخدم فلات باك او سناب او ال PPA repository من على اوبونتو. كل انت محتاجه ان انت تفولو بس الكوماندز دي وتعمل له انستول. ولو انت شغال ويندوز كل اللي انت هتعمله انك تشغل الفايل ده عادي خالص، دبل كليك وهو هيطلب منك الباسورد وهيستخدم ريموت ديسكتوب ويكونكت على الماشين. بعد ما تنزل ريمينا هيظهر قدامك بالشكل ده. هاجي هنا على اليمين عند المينيو اللي فوق وهقول له امبورت وهختار ال RDP file. هحتاج الاول اعمل edit واضيف الباسورد هنا وهقول له save and connect. طبعا عشان اعمل destroy كل اللي انا محتاج اعمله ان اروح تاني على جوجل كلاود واجي هنا عند ال 3 dots دول واقول له delete. ده كان فيديو سريع ازاي اقدر اعمل ويندوز انستنس على جوجل كلاود. استنوني فيديو جديد هنشرح حاجة جديدة. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جدا، مع السلامة.